نخش لمنطقه الصدر، في حاجه بالنسبه للرجال في حاجه اسمها التسدي. التسدي دون هو كبر او تضخم في عضله الصدر والغدد اللبنيه في ثدي الرجال، فيتكون طبعا التضخم دون اسبابه كتير جدا. في الحاجات اللي هي شائعه اليومين دول في صالات الجيم وكده، ان المدرب بيبتدي يدي الاحماض الامينيه للاولاد عشان يحصل لهم تضخم في العضلات، بيحصل مشاكل معاها طبعا في تراكم للدهون في منطقه الثدي وتضخم في الغدد فتؤدي للتسدي. في طبعا الاكل اللي فيه استروجين زي الفراخ والاغذيه اللي مش مظبوطه والفاست فود اللي هي الحاجات اللي هي الهمبرجر والحاجات اللي موجوده في الاسواق دي، كل الحاجات دي فيها استروجين وبالتالي بتؤدي الى تسدي او تضخم في عضله الغدد اللبنيه للرجال. في اسباب بقى عند البلوغ مع الاضطرابات الهرمونيه اللي بتحصل عند البلوغ ممكن يحصل تضخم برضه في الغدد اللبنيه للثدي الرجالي. مع تضخم الغدد دي بيحصل ان الدهون بتتراكم جواها. الدهون اللي موجوده تحت الجلد في نوعين منها، في جزء سطحي اللي هو تحت الجلد مباشره وجزء عميق. الجزء العميق دون بيستجيب للاحتراق، بمعنى ان انا لو عملت رجيم لو عملت رياضه الجزء العميق دون بيحصل له احتراق ويختفي من الجسم، انما الجزء السطحي اللي هو تحت سطح الجلد على طول دون الجسم بيحتفظ بيه مدى الحياه، ما بيحصلوش الا لو دخل العيان في مجاعه زي ما بيحصل في الدول الافريقيه فتبتدي الجلد يبقى العظم على طول. تمام؟ الغده اللبنيه بتاعه الثدي موجوده في الجزء السطحي دون، فبالتالي مفيش اي حميه او رجيم يقدر يخلي الدهون اللي اتكونت دي يحصل لها احتراق، فبالتالي الغدد دي لازم يتم استئصالها سواء كان جراحيا او بشفط الدهون. ومعانا صوره كده نشوف الطريقه بتاعه علاج التسدي، وهي عباره عن احنا بنفتح في منطقه ما بين الهاله ومنطقه الجلد بنبتدي نعمل شفط للدهون. طبعا العمليات دي بتتم عند سن 18 سنه مش قبل كده عشان تكون الغدد وصلت للحجم المناسب اللي هي يقدر الجراح ان يعمل استئصال ليها. بنبتدي نعمل شفط للدهون اللي هي ترابد او محبوسه جوه الغدد دي، وبعد كده عن طريق نفس الفتحه نقدر نشيل اللي قبلها على طول، نقدر نشيل الغدد. بعد شفط الدهون هنلاقي ان الشكل اللي هو على اليمين دون بيبقى عباره عن الجلد في السطح الصوره والعضلات في اسفل الصوره، وما بينهم في تليفات اللي هي كانت ماسكه الدهون فيما سبق او الغدد. عشان ما يحصلش تراكم للدهون في المنطقه دي مره اخرى لازم العيان بنخليه يلبس مشد او كروسيه عباره عن زي الهدوم كده هو بس بيبقى من ماده ستريتش وبيبقى ضاغط بحيث يخلي الجلد ملاصق للعضلات، وبالتالي بيحصل تليفات بين الجلد والعضلات والمنطقه دي ما تكونش فيها اي ترسبات دهنيه في المستقبل. والشكل النهائي طبعا للعمليات دي بيبان بعد 3 اشهر. في بعد كده منطقه الثدي للسيدات، في يا اما الثدي بيبقى اكبر من الطبيعي، وده بالنسبه لتصغير الثدي ممكن يتم عن طريق يا اما بنشفط الدهون لو هو حجم الثدي صغير للسيدات، او ان احنا بنعمل ازاله لجزء من الدهون والغدد للثدي، ويا اما ان احنا بنزيل جزء من الغضاريف سوري بتاع الجلد بتاع الثدي. ممكن نعمل برضو عمليات تكبير للثدي في حالات النحافة، ان احنا بنفتح في المنطقة الثانية اللي ما بين الثدي والبطن، بنفتح جرح بيبقى طوله حوالي 4 ل6 سنتي، وبيتم وضع جهاز سيليكون طبعا عشان الجلد والدهون الثدي الغدد الموجودة بيبقى الجهاز ده تحتيها، فبالتالي ما بيحصلش مشاكل ليه، لكن بيتم تغييره بعد حوالي 10 سنين عشان بيتكون حواليه غلاف ممكن يغير من شكله. ممكن برضو لا قدر الله لو الثدي فيه عملية استئصال قديمة ممكن نعمل له إعادة بناء عن طريق عضلات البطن أو عضلات الظهر.
في منطقة الذراع برضو بيبقى فيه ترهل، لو العيان وقف قدام المراية وبص على دراعه هنلاقي ان الدراع ممكن يبقى الترهل all over او كل الجلد وفيه دهون، وده بيحتاج لعملية ازالة، بيبقى الجرح من اول الى اخر الذراع بالظبط كده. وممكن يبقى الترهل فيه ترهل لكن مفيش دهون، وبالتالي هيحتاج لإزالة الجرح برضه من طول من أول الكوع لمنطقة الإبط. لكن لو الترهل في منطقة العلوية بس من الدراع في منطقة تحت الإبط على طول، ممكن بيبقى الجرح قصير وعرضي في منطقة الإبط، ولو في كمية من الدهون فقط هي اللي موجودة دي ممكن نقدر نعمل لها شفط دهون فقط بدون أي ندبات. أرجو أن نكون وصلنا معلومة طيبة للسادة المشاهدين، وإلى لقاء في حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.